ما الحكم في من إذا فعل معصية ونصح قال أهم شيء نظافة القلب؟ إيه نعم، هذا هو المطلوب، نظافة القلب. ونظافة القلب تكون بترك المعصية، فاللي لا يترك المعصية هذا لا، قلبه ليس بنظيف، لو كان قلبه نظيفا لترك المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: إن في القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعاصي دليل على فساد القلب، والطاعات دليل على صلاح القلب. نعم.